الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخي أسما فود. إن شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا كل ولادنا بيحبوها، وهي الوافل. الوافل من الحاجات المغذية ومن الفطاير اللذيذة اللي ما بتتكلفش في البيت، وبالتالي بنشتريها من بره بأسعار غالية جدا. إن شاء الله هنعمل النهاردة المقادير بأسهل الطرق. هنبدأ مع بعض المكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية دقيق، معاها كوباية مش مليانة قوي يعني إلا حاجة بسيطة جدا، لبن، ومعانا ربع كوباية زيت. معلقة سكر كبيرة، ذرة ملح، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، معلقة فانيليا. معانا كمان بيضاية. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونضرب كل المكونات مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ضربته دلوقتي قدام حضراتكم لمدة 3 دقايق بالظبط، ودي العجينة اللي احنا عايزينها. دي عجينة مقادير ثابتة متتغيرش حسب نوع دقيق ولا حاجة، هي مقادير ثابتة متتغيرش مع أي نوع دقيق. تمام، هنفصل المضرب كده. ونشغل وافل ميكر. دلوقتي ماكينة الوافلز سخنت، هنبدأ نحط أول فطاير. بسم الله الرحمن الرحيم. تستوي. طب دلوقتي حبيبي اللي ما عندوش وافل ميكرز، مش هيعمل وافل، مش هياكل ولاده، لا ان شاء الله هياكلهم. هياكلهم ازاي؟ هنعمل في الجريل زي كده، ندهنها زيت على نار هاديه ونفس الطريقه. خدت مني لون تحت، هبدا اقلبها على الجنب التاني وهسيبها دقيقه واطلعها لكم. هنفتح مع بعض ماكينة الوافل ونشوف ادي النتيجة بعد ما خلصنا، ولا اروع من كده. سهلة وبسيطة، مكونات سهلة جدا، متكلفش حاجة في البيت. ودلوقتي احنا طلعنا اللي عملناه في الجريل، وادي اللي عملناه في الويفر في الوافل ميكر. وهنبدا التزيين. التزيين حسب الرغبه، زي ما حضراتكم حابين زينوا. الموجود عندكم المتاح عندكم في البيت زينوا بيه. وده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الوافلز. عملنا بالوافل ميكر وعملنا في الجريل. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع اسما فود.